عزيزك والوقاية في العناية، والعناية مش شفاء، الغذاء هو الدواء. بس بادر بالعلاج يوم هتلقى الصحة تاج، والوقاية في العناية، والعناية مش شفاء، الغذاء هو الدواء هو الدواء، الغذاء أصل الدواء، والدواء هو الغذاء، والوقاية في العناية، والعناية مش شفاء، الغذاء هو الدواء هو الدواء. أشعر بألم شديد في بطني وكتف الأيمن. اهدئي يا أختاه، اجلسي لتستريحي. سنذهب إلى الطبيب كي نطمئن. ها قف هيا يا أختاه، هيا. اهدئي يا أختي العزيزة، اهدئي. منذ متى حدث هذا؟ منذ دقائق يا دكتور. إنه المغص المراري. والمغص المراري ده من أشد الأمراض إيلاما في الجسم، يعني أشد من المغص الكلوي وأشد من المغص المعوي. المغص المراري بينتج عن وجود حصوات في المرارة أو القنوات المرارية. الحصوات دي ليه بتتكون وإزاي بتتكون هيكون موضوع حديثنا. حصوة المرارة عبارة عن تجمع لأملاح، غالبا بتكون الكوليسترول داخل المرارة نفسها. هذه الحصوة قد تتحرك وتنتقل إلى القنوات المرارية. الحصوة بتواجدها داخل المرارة أو في القنوات بتسبب هذا المغص أو هذا الألم الشديد. لماذا تتكون هذه الحصوات؟ وجدوا ان حصوات المرارة اكثر حدوثا في النساء سيدات، واكثر حدوثا في حوالي سن الـ40، واكثر حدوثا في السيدات المنجبات اللي خلفوا مرات متكررة. لماذا المرأة او السيدة المتكررة الحمل والولادة اكثر عرضة لتكون الحصوات؟ السبب يكمن في ان اثناء فترات الحمل تزداد نسبة الكوليسترول في الدم، كما ان تواجد الرحم الممتلئ داخل البطن قد يعيق الى حد ما الافراغ الكامل للمرارة، وبالتالي تترسب وتركض فيها السوائل وتترسب الاملاح وتتكون الحصوات. كذلك وجدوا ان هذه الحصوات اكثر حدوثا في الغرب، ويقل نسبة حدوثها كلما اتجهنا شرقا نحو اليابان. تترسب هذه الأملاح لزيادة نسبة الكوليسترول في الدم، أو لإفراز الكبد لمادة أو لمادة مرارية، سائل مراري مختلف في تكوينه عن الحالة الطبيعية، وبالتالي تترسب وتكون حصوات. وكمثال لهذه الأنواع من الحصوات، قد تكون واحدة أو قد تكون بالمئات. وهذه الحالة مثلا هناك حوالي 60 حصوة من المرارة، معظمها من مادة الكوليسترول. حينما تتكون حصوة داخل المرارة قد تصبح نائمة خامدة لفترة طويلة، ولكن فجأة تنحشر في عنق المرارة أو تمر إذا كانت صغيرة إلى القنوات المرارية وتسبب هذا الألم الشديد. أعراض الحصوة في المرارة إيه؟ حاجة من اتنين، يا إما إن المريض يشكو من ألم مفاجئ شديد في الناحية اليمنى من البطن أسفل الضلوع،
وقد ينتشر هذا الألم إلى الخلف أو إلى عظم اللحين في الظهر، يصحب عادة قيء أو غثيان، والمريض من شدة الألم قد يلتوي وينثني ويأخذ وضع الجنين. هذا المريض قد يشكو أيضا من عسر هضم سابق، وقد يشكو أيضا من ارتفاع في درجة الحرارة. إذن هذا الألم قد يكون مفاجئ، وقد يكون مزمن مستمر على فترات طويلة، وقد ينتهي ويختفي المرض فجأة كما جاء فجأة. إذا نظرنا إلى المريض قد نلاحظ بعض الاصفرار في العينين، هذا إذا كانت الحصوة أدت إلى انسدادات أو مرت إلى القنوات المرارية، وهذا أمر لا نحب أن يحدث أو يترك المريض إلى أن يحدث هذا. بالفحص للمريض اللي عنده التهاب في المرارة أو عنده مغص مراري، قد نجد أن هناك ألم شديد عند الضغط على الناحية اليمنى من البطن أسفل الضلوع، ويلزم إجراء بعض الفحوصات بالطبع للتأكد من وجود حصوة أو التهاب في المرارة أو القنوات المرارية. من أحدث الأمور وأسرعها وأسهلها هو الموجات الصوتية، الفحص بالسونار أو بالموجات الصوتية، حيث يمكن إظهار تواجد الحصوات وتحديد موقعها وتحديد حجم المرارة أو تواجد التهاب بها. وهذا الفحص سريع وسهل ويستغرق فترة قصيرة. طيب، هل لو عملنا أشعة عادية تفيد؟ في أغلب الأحيان لا تفيد، وقد تكون سلبية، أي لا تظهر الحصوات في الأشعة العادية مثلما تظهر في حالات الحصوة في الكلى. لذلك لا يجب الاعتماد الكامل على عمل أشعة عادية. هناك فحص آخر أيضا، وهو إجراء فحص أو أشعة للمرارة بمادة ملونة، وهذه المادة الملونة قد تعطى بطريق الفم أو قد تعطى بطريق الوريد، وهذا النوع من الفحص يبين أيضا حجم وشكل المرارة وموقع الحصوة ووجود انسداد أو عدم وجود انسداد في القنوات المرارية. عند تشخيص الحالة بهذه الطرق قد يلزم أيضا إجراءات أخرى للتأكد من عدم حدوث مضاعفات لهذه الحصوات اللي سببت المغص المراري. وما العلاج إذن؟ أكلمكم عن المغص المراري. الحقيقة كان له حق الطبيب اللي قال يا رب إذا حبيت تعذبني ما تعذبنيش من المرارة بتاعتي، ولهم حق الناس اللي بتقول ما تمررش عيشتي، فلأن أفظع أنواع المغص هو المغص المراري. مهم قوي، لأن المرارة في الناحية اليمين زي ما انتم عارفين أن إحنا يبقى في وضع احتمالات أخرى لأعضاء أخرى هي التي تتألم، يعني وراها الكلى اليمين ممكن يبقى مغص كلوي، ممكن الزايدة تبقى عالية وممكن تبقى تحت الكبد وتدي ألام وتبقى هذا المغص ومغص زايدة، وممكن يبقى القولون. فالمهم اللي عاوز أقوله أن في التشخيص نضع احتمالات كثيرة، ولكن المغص المراري عموما بيبقى ناحية الكبد في البطن من قدام، وعموما بيسمع في الكتف اليمين. المغص الكلوي ما يسمعش في الكتف اليمين، إنما يسمع تحت، وأيضا المغص المراري يسمع في الظهر في مكان الكبد. فالألم اللي في الظهر بالإضافة إلى الألم اللي في البطن من قدام بالإضافة إلى الألم اللي في الكتف اليمين، كل الحاجات ده هي تشير إلى أن ده مغص مراري. المغص المراري بيكون عموما بسبب حصوة، وهذه الحصوة تيجي في القناة المرارية بتاعة الحوصلة المرارية فتدي هذا المغص. إذا الحصوة ده هي نزلت
في القناة المرارية العامة اللي هي بتودي المرارة من الحوصلة ومن الكبد إلى الأمعاء، يبقى بتمنع نزول الصفرة إلى الأمعاء، ونتيجة لأن الصفرة ما بتروحش للأمعاء، ثم الصفرة ترجع للدورة الدموية مرة تانية، ونبص نلقى العينين تصفر وجلد المريض يصفر، وتدي الحالة اللي احنا بنسميها صفرة للجسم. ودي عاوزة تدخل سريع عشان نقدر نشيل الحصوة اللي هي قافلة على القناة المرارية، وبالتالي المرارة ابتدت تلون الجسم ككل. العلاج طبعا هو عموما بيبقى جراحي، وإن كانت المناظير تدخلت دلوقتي من حوالي 5-6 سنوات، وأصبح استئصال الحوصلة المرارية بالمنظار سهل جدا، وما بياخدش 24 ساعة. يعني المريض بيدخل وعن طريق المناظير بتاعة البطن الحوصلة المرارية بتتشال بما فيها من حصوات، والمريض بيخرج تاني يوم كويس جدا. يعني إذا ما كانش المناظير موجودة فهي عملية، وبتعتبر عملية يعني ما فيهاش حاجة، إنما طبعا ممكن المضاعفات تحدث. ويمكن كلنا نذكر اللي حدث لهارولد ماكميلان رئيس وزراء إنجلترا، إن لما كانوا بيشيلوا له المرارة حصل جرح للقناة المرارية الكبيرة وعملت له ناسور مراري. فاللي عاوز أقوله إن مهما كانت العملية بسيطة إلا إنها لا تؤخذ ببساطة، لأن أي عملية مهما كانت صغيرة ممكن يبقى لها مضاعفات كبيرة. فاستئصال المرارة هو الحل بتاع المغص المراري، لأنها بتبقى حوصلة مريضة. نسيت أقول لكم كمان هو أن ممكن تشخيص الحالة دهيا، لأن مريض المغص المراري عموما بيبقى سيدة، والسيدة دي بتبقى سمينة وبتبقى في 40 أو 50، وبتحب الأكل كتير. وعشان كده إحنا يعني كنا دايما نقول في كلية الطب أن الحوصلة المرارية بتبقى مريضة في واحدة تتصف بحاجات كلها تبدأ بحرف الأف، ففي ميل يعني سيدة، وفاتي يعني سمينة، وفورتي أو فيفتي يعني 40 أو 50. وإما بنبص الشكل ده هو دي بتخلينا يعني نقول احتمال أن ده مغص مراري، ما هوش حاجة تانية أكتر من غيرها. طبعا بتتعمل فحوص بعد كده وأشعات وموجات صوتية، ولكن هذا يكفي بالنسبة للتشخيص والعلاج. التهاب المرارة بقى شيء شائع جدا في كل بيت من بيوتنا، ما فيش حد في بيته حد إلا إذا كان عنده التهاب في المرارة أو عمل جراحة في المرارة. الحقيقة يمكن شيوع التهابات المرارة النهاردة جه نتيجة للأكل الجديد اللي ابتدى دخل بيوتنا من الأكل الجاهز واللحوم الجاهزة، دوت يمكن سبب من الأسباب المباشرة اللي احنا لاحظنا ان في بلدنا زادت نسبة حصاوي المرارة في 10 سنين اللي فاتت. الحقيقة التهاب المرارة شقين، شق اسمه التهاب المرارة معاه حصاوي، والشق الثاني ان هو التهاب المرارة الغير حصوي. التهاب المرارة الحصوي يمكن بيمثل 98% من التهابات المرارة، وال2% الباقيين اللي هو التهاب المرارة الغير حصوي. التهاب المرارة الغير حصوي ده ممكن يبقى التهاب حاد وجاي في أول مرة وأعراضه واضحة، آلام مبرحة في البطن أعلى البطن، وممكن معاها آلام في الناحية اليمنى من أعلى البطن، والعيان بمعاه قيء وارتفاع في الحرارة. والجزء الثاني اللي هو التهاب المرارة الغير حصوي المزمن، وإحنا الحقيقة كجراحين ما بنعترفش بهذا النوع من الالتهابات، ويجب إن إحنا ندور على سبب آخر للأعراض اللي عند المريض ديت، لأن ممكن تكون أعراض قرحة في المعدة أو أعراض قولون عصبي وليست التهاب في المرارة. أعراض التهاب المرارة الحصوي الحقيقة ممكن تكون ساكنة، وتكتشف لما نيجي نعمل موجات صوتية للفحص على البطن لأي سبب آخر،
وممكن قوي تكون مؤلمة وتعمل لنا الحاجة اللي اسمها المغص المراري. الحقيقة المغص المراري دوت مؤلم لدرجة لما بيجي العيان مرة العيان اللي مش عايز يعمل عملية بيجرب نفسه يروح يعمل عملية من شدة المغص. ألام شديدة في الناحية اليمنى من أعلى البطن، الحقيقة بتسمع في الضلوع خلف مكان الألم وليس في الكتف زي الناس ما هي الأكثرية عارفين. الألام في البطن وتسمع في الضلوع. العيان ما بيخفش إلا لما بياخد مسكنات. العيان بيلاحظ إن الألام دي بتجيله دايما بعد أكل دسم وأكل مطبوخ بالسمنة، وده يمكن حاجة من الحاجات اللي على طول الجراح أو الطبيب المعالج بيوصل للتشخيص. العيان بعد الأكل بيجيله انتفاخ مع ألام في الناحية اليمنى لدرجة إن في بعض العيانين بيتشخصوا على أنهم قولون عصبي، بالموجات الصوتية نكتشف إن عندهم حصوة في المرارة. الحقيقة الألام اللي بتيجي في أعلى البطن لابد إن كل طبيب لما يجيله عيان عنده ألام في أعلى البطن إنه يفرق بينها وبين الأعراض المشابهة لأمراض أخرى زي قرحة المعدة. دي حاجة من الحاجات اللي بتشابه الألام بتاعة المرارة برضو، وعشان كده فحوصات ثابتة بتتعمل لأي عيان عنده ألام في البطن. منظار على المعدة، موجات صوتية على البطن، ده شيء أساسي لكل مريض لأن ممكن الاتنين يكونوا متواجدين مع بعض. بالنسبة للعيان اللي عنده حصاو في المرارة إذا كان مأجل عملية، إحنا بنقول له إن يجب إن يكون يبكر في إجراء الجراحة لأنه النهاردة هو صغير في السن، بكرة بيكبر، وبالتالي بصمات الزمن بتظهر على قلبه على صدره على حالته العامة. يبقى النهاردة يكسب الجراحة بدل ما يجي الوقت اللي يجي فيه مضاعفات للمرارة وما يقدرش يعملها نظرا لحالته السيئة. الحاجة المهمة التانية ان احنا نقول لهم اذا كانوا مأجلين الجراحة ان هم يتجنبوا الاكل الدسم والاكل المطبوخ بالسمنة، لان دوت هو ده الحاجة اللي بتخلي تحرك حصاوي المرارة وتعمل الالام الشديدة ديت. حصاوي المرارة الحقيقة ليها مضاعفات ومضاعفاتها عديدة واحيانا مخيفة. الألم المراري اللي اتكلمنا عنه ممكن الحصوة تنزل القناة المرارية الأساسية بتاعة المرارة وتسدها وتخلي المرارة تكبر وتعمل كيس. الكيس دوت يبقى ممكن فيه صديد وخراج وممكن ينفجر، وممكن الحصوة دي تزحلق شوية وتنزل القناة المرارية وتسبب لي الصفرة، الصفرة الانسدادية الجراحية اللي العين يجيله ألام شديدة مع صفار في العين وتغيير في لون البول. البول بتاعه يبقى عامل زي الشاي او زي العرقسوس. الاعراض دي مع ارتفاع في درجة الحرارة ورعشة شديدة، وبعدين يوم اتنين الاعراض دي تختفي والعين يتحسن، اسبوع اتنين تلاتة تجيله تاني، ودي علامة على طول ان العين دوت مش عنده التهاب كبد وبائي زي الناس ما بفتكر. ومعظم العينين بيروحوا لمستشفى الحميات وهناك بيكتشفوا ان هم عندهم حصوة في القناة المرارية. الحقيقة حصوة المرارة برضو ممكن تزحلق وتروح على القناة المشتركة بينها وبين البنكرياس وتسبب لي المرض الخطير اللي هو التهاب البنكرياس اللي ألامه مبرحة أكتر من ألام المغص المراري، ومعها قيء متكرر وألام شديدة في البطن. ويمكن الحاجة اللي بتلفت نظر الطبيب في التشخيص لما يجي يكشف على بطن العيان بالرغم من شدة الوجع والألام الشديدة انما يلاقي الاعراض اللي في البطن قليلة جدا، ودي على طول تلفت نظرنا ان ممكن يكون في التهاب في البنكرياس. الحقيقة برضو من مضاعفات حصاوي المرارة اللي الناس بتسيبها فترة طويلة احيانا الحركة الشديدة للغشاء المخاطي للمرارة نفسها يحول المرارة الى مرارة فيها ورم اللي بنسميه الورم ذات الخلايا المتمردة. وعلشان كده احنا بننصح المرضى ان هم يبادروا باللجوء للطبيب المختص الجراح المختص علشان يشيلوا المرارة. النهاردة استئصال المرارة عندنا طريقتين واضحين. الطريقة التقليدية بالفتح، ودي لازالت واخدة وضعها والعيان بيستفيد من خلالها. والطريقة التانية الحديثة اللي بقالها
حوالي 7-8 سنين اللي هي الاستئصال عن طريق المنظار. الحقيقة الاستئصال عن طريق المنظار هو زي بالضبط عن طريق الفتح، مع التحفظ ان لابد من استخدام الالات الطبية التي لا تستخدم الا لمرة واحدة، والاطمئنان التام لتعقيم العدسة بتاعت المنظار اللي بتدخل البطن. يهمنا ان احنا نطمن المرضى بتوعنا ان استئصال المرارة سواء بالفتح او بالمنظار ده عملية ما هياش صعبة، وكل المسألة بتاخد يوم او اتنين والعيان بيبقى كويس قوي. وهل هناك تغذية معينة؟ المريض بتاع المرارة عادة واحدة ست، وعادة حوالي سن 40، وعادة عندها اطفال كتير، وعادة أكولة جدا، ودايما زي ما قلنا برضو قبل كده إيدها في بقاها، سمينة وبتاكل أي حاجة وطول النهار ما بتبطلش. العيانة دي قد يصيبها التهاب المرارة المزمن بدون وجود حصوات في المرارة، وقد تكون المرارة فيها التهاب مزمن وفيها حصوات، وعادة كلاهما بيؤدي إلى الآخر. يعني دايما حصوات المرارة نقول يمكن نسبتها 5-10% من الناس كلها عندها حصوات في المرارة مع التهاب مزمن في المرارة. العلاج لالتهابات المرارة بنقول ان نوعية الاكل مهمة جدا. العينة التخينة لازم تخس، ولازم تفهم ان كميات الدهون اللي مطلوب انها تاخدها لازم تنزل الى حد كبير جدا، بمعنى ان المرارة وظيفتها انها بتاخد الصفرة من الكبد تركزها حوالي 10 مرات وتفرزها تاني. هذه الصفرة لها دور في الهضم وهضم الدهون بصفة خاصة. يبقى العيانة كل ما هتاكل دهون كل ما هتحس بانتفاخات وغازات والام في بطنها، خصوصا في الجانب العلوي الايمن. الالام دي بتسمع في الكتف اليمين وبتسمع في الظهر ورا بين اللحين، ودايما في غممان نفس، ودايما في امساك، ودايما في مشاكل كتير في بطنها، خصوصا اذا كانت الدهون. وفي بعض المرضى بيبقى عنده ذكاء شديد ويقول انا لما اكلت حته لبن، شويه لبن، او اكلت حته لحمه سمينه ابتدى الالم يتحرك عليا. يبقى اهم حاجه اننا نبطل اكل الدهون الى حد ما، إلا في حالة بسيطة جدا، هي إذا كانت المرارة تخلو من الحصوات، بمعنى إن الدهون لما بتتاخد وبتمر من المعدة على الاثنى عشر بيحصل فيه انقباض في المرارة عشان تفرز محتوياتها. ده مطلوب في حالات التهابات المرارة، لأن لو مفيش حاجة قافلة السكة زي حصوة أو غيره لازم أفضل المرارة، لأن إذا فضلت محتويات المرارة موجودة في حالة ركود قد تترسب الأملاح اللي فيها ويترسب الكوليسترول وينشأ عندها وجود حصوة. والدهون اللي بياخدها العيان في حالة عدم وجود حصوة هي على شكل شوية لبن أو حتة جبنة ولا أكثر من هذا. العيان اللي عنده حصوة ممنوع ياخد هذه الدهون، ويبتدي أكله يبقى في كميات سوائل كتير، في كميات خضار طازة كتير، في كميات سكريات معقولة، لأن العيان ده دايما بيعاني من السمنة وإحنا مش عايزين نسمنه أكتر وعاوزين ننزل وزنه، كميات بروتين معقولة، إنما الدهون ممنوعة منعا باتا، وخصوصا الدهون الحيوانية، السمنة والزبدة والقشطة وصفار البيض واللحمة السمينة ده ممنوع تماما. وبعدين نيجي في حاجات يمكن الناس ما هيش واخدة بالها منها قوي، زي الآيس كريم، زي المكسرات. وفي رمضان الناس بتعودها تاكل مكسرات كتير، دي فيها نسبة دهون عالية جدا وقيمتها الغذائية عالية جدا، دي لازم نبطلها تماما. ما تقلقيش، انا هقولك وهقول لكم على نظام من أجمل أنظمة الرجيم اللي ممكن تشوفوه وتطبقوه في حياتكم وتستفادوا منه كويس. تعالوا كده شوفوا معي.
صحيح، الوقاية خير من العلاج. بادر بالعداد يومها تلقى الصحة تاد، بس بادر بالعداد يومها تلقى الصحة تاد، والوقاية في العناية والعناية مش شفاء، الغذاء هو الدواء هو الدواء، الغذاء أصل الدواء والدواء هو الغذاء، والوقاية في العناية والعناية مش شفاء، الغذاء هو الدواء هو الدواء.